Staub! Geh unter Kontrolle, Wilke, mach kurz! انك تعرف عين الحق هذا تخرج فيه ها واش تفضح انا غنطبع على داك التصاور وانت فرقيهم على الدوار كامل بغيت باباه يتفضح مزيان باش المره اللي ما جا يعرف مع من غيلعب يكون هاني سي حميد معايا انا غادي تشوه رانا عارفه شغلي الناس كلها غادا تعرف باللي عين الحق راه ما كتسمعش في حقها شتي داك اسماعيل باقي ما شاف والو ادير على البديه يكن غنجمع الناس ونمشي ندير ليه مظاهره قدام الدار جيتك ما عندي ما سالك هنيه يلا هاد الساعه نخليك راه عندي شغل بزاف الا احتاجيتي اي حاجه لا انت ولا هذوك اللي معك انا موجود صافي انا تخدمي بعدا شي شويه يلا الله يعاونك ويلي امي تشابو هاد هنيه غتجيب تسمى من هذاك اسماعيل مزيان ولكن خايفه هذا الشيء ما يكونش كافي باش يسكت اسماعيل ايوا كافي ولا ما كافيش المهم غا الضربه تجي قاصحه بزاف صعيب ينوض منها البشر كامل ما غيبقاش يحترمه كلشي غادي يسوق خبار بهذيك الفضيحه راه الشوهه هذه شوهه واش من شوهه هذا عار هذا عار هذا عار هذا عار وليداتنا في خطر وليداتنا في خطر واش ما عندك ما يدار ولا وباز سيدي العجب وبقى عندك الوجه باش كتهضر خرج لينا على ولادنا سيري لا سيري حيدي لي باب داري لا انت ولادك الرباعه ديالك يلا واش ولينا حنا قور ها عمر هادشي ما كان عندنا اللي تجابتو لينا بنتك شوفي الله يرضي عليك الا ما حيدي عليا هاد الناس من هنا وبنتك جابت لينا العار خاصها تربى خاصها تكون عبره لوليدات عين الحق صلحي وسيري تعلمي راه ماشي عبره كنبيعوش هنا القمح عبره هادشي اللي كديروا فيه راه شغلي انا وبنتي لا دارت شي حاجه انا اللي كنتحمل المسؤوليه وكيتهمني انا ماشي نتوما ونزيدك انت وهاد الناس اللي واقفين معاك انا عارفكم علاش واقفين باغيني نسكت انا ما نساكتش طيروا تنزلوا ما غاديش نسكت وسيري قولي هذا لهادو اللي صيفطوك هاد الكلاب اللي صيفطوكم بنت اسماعيل شوهتينا بنت اسماعيل شوهتينا بنت اسماعيل فضحتينا اسيروا لعندكم شي شغل تقضيوه بنت اسماعيل اسيروا لعندكم شي شغل تقضيوه اللي خايف على ولادو يربيهم ويجلسهم في الدار ويسد عليهم في دارو فهمتوا اما بنتي هذاك شغلي انا هذاك الشيء اللي دارت كيهمني انا وكيهمها هي انتم ماشي شغلكم وانت مالك مالكم ياك لاباس واقع لا تما في اخبارك شوف ياك بنت اسماعيل تباوتت هي واحد الدري دارتها في التصويره ولا حتى في الانترنيت تباوسو وييه صافي ها تباوسو اللي يسحبني شي قضيه وطنيه شي مشكله هالفساد شي حاجه قداشنا هي واقفين الناس جايبه عباد الله جمعهم وواقفه هنا بيهم قلت انا راه غتحيدوا الفساد ساعه انتم واقفين على بوسه سيري سيري دركي كمالتك سيري عيدي على هاد الناس هادو اللي سميتو خلي البنت في التيقار خليو بنات الناس في التيقار نتوما كاع اللي بانت لكم نتوما بانت لكم كيف بغيتو انتوما واش دخلك سكيري دخلا وسير تاع فحالتك سير تاع فحالتك عاد شي تهضر يلا صب عشري هذاك راه هو سكيري وحسن منك وحسن من هادوك اللي مصيفطينك دوك الكلاب اللي مصيفطين هذاك راه احسن منهم
واش ما بغيتوش تعلموا بان الحياه الشخصيه ديال الناس تخليوا عليكم في افتقار؟ كل واحد شغله يدير اللي بغى. سبحان الله العظيم، عسكري يدافع على السي الطبيب والسي الطبيب يدافع على السكيري. معلوم معلوم، ما تدافعوا على بعضياتكم. لحقاش كتباتوا تضربوا في الطاسه ما عالمش تاش بنتك كتسير دير برا؟ شوفه حنا راه ما غنتزحزحوش من هنا اللي تيجي البوليس يدي بنتك للحبس ويدي معاه السكيري حتى هو. يدينا للحبس، يدينا للحبس. هذا عار، هذا عار، هذا عار، هذا عار. وليداتنا في خطر، وليداتنا في خطر. ديش فيهم هذورا كينبحوا، خليهم ينبحوا مع رجلهم. انت شو ما كتشوف انت شي كلاب هذو مصيفطينهم ليا هنا كيديروا لي هاد الحرج قدام باب الدار؟ شنو عندنا حتى انت شحال نبحوا قبل منهم الساعة ما كاين والو. اسكت واش دخل قز معايا شوف. لا لا غير سير انا قبل اللي كان. لا غير ارتاح 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 من فضلك، ما تديرش فيهم، سير ارتاح مع راسك. سمير سمير شوف، صافي هاد الفضيحه اللي كانت ناقصانا دابا عاد غتزين القضيه. شنو هادشي انت غتزيد فيه؟ جوج دراري صغار داروا غلط، ماجيش نحمقهم على هادشي. انت هاد الناس ديال عين الحق الله يهديهم، على صبختهم ما مناش يديروا حبه قبه. كيفاش زعما عاجبك الحال؟ لا ماشي عاجبني، كيما بنت صغيره درت غلط، ماجيش نعقدوا حياتها كامله على ود غلط ديال الصغار. لافيس ديالي نمشي نشوف هاد الفضيحه مع با. واخ تسناني غير الكسفولاغ ديالي باش نمشي معاك. لا ما كاين لاش تمشي معايا، غادي نمشي بوحدي. نورا بيني وبينك ما بقيتش بغيتك تمشي عند دوك الناس. ما يعرفش نشوف هاد البوست خدام في السيستم هذاك اللي عندي انا راه تيحمق بعض المرات. قد تعرف في ميم طون لو كونت ديالي شحال فيه؟ سيور هاد الكون ديالك ما ستيتيش؟ علاش؟ حيت تيبان لي انا بلي مسدود ثلاث ايام هادي، حتى شي ريال ما كاينش فيه. لو وقع لك شي مشكل راه ما يمكنش. لا لا سي كليغ، الكونت ما فيه حتى شي حاجه، والفلوس اللي كانوا فيه تحولوا لواحد الكونت اخر. واش انت داير لوكاله لنوتخ بيغسون اللي تقدر دير هاد لوبيراسيون؟ قد نعرف الكونت اللي تحولوا له الفلوس. بوسيبل، غير هو غادي ياخذنا الوقت. دير لنا اون دوموند ورجع في الصباح كومسا نشوفو. ا مون افي انا تشوف لا بيغسون اللي يدير لي هاد الوكاله تسولها. داكوغ. سي احمد لاكارت. شكرا. تنساش تسلم لي على الحاجه مبلغ. كيفاش غنحلوا هذه المشكله؟ والله ما عرفت. ملي ولا ولدي صغيره شديت الولد عطيت واحد الصلخه ديال العصا، كثر نقتلو كل ما فكوا الجيران، ودابا اللي يكون واسع النظر باش لكتو تربيوه نجيبو حتى لعندكم. شريف ما انا بوليس ما انا قضاء باش نربي لك ولدك. المهم عندي انا هو هذا المشكل ما ياثرش على المدينه وصافي. ما كانش عليك كاع توصل معاه حتى لهذا الشيء وتضربو. ما تهضرش على ولدي، هضر على بنتك. انا ولدي خصو يتربى شويه باش نلقاو حل لهذا المشكل على خاطرنا. دابا الوليدات غلطوا، اش غنديروا لهم؟ نقتلهم؟ انا كيبان لي باننا نهضروا معاهم نفهموهم ويعرفوا الغلط ديالهم ما شنو. واش فضيحه قد قداش هو تيقول لي غير خطا؟ اسمع سعادة الرئيس الله يخليك. يا سيدي عارف، وشنو غنديروا؟ نشنقوهم؟ نتيروا فيهم بالقرطاس؟ اسمع سيدي، انا كيبان لي اننا نديروا واحد حمله تحسيسيه وسط الشباب، ونشرحوا لهم الحوايج اللي مزيانين، ونشرحوا لهم الحريه والحدود ديالها. بيني وبينك الاباء خاصهم حتى هما يعطيو شويه ديال الوقت لوليداتهم. اسمعين هاد الهضره طبقها في دارك، كنتي مقابل ولادك وما ديهاش في خوال خاوي، هادشي كاع ما وقع. سمير ما تخلطش بامور، ماشي في الموقع شي حاجه تلصق عليا انا. كتبغيو نتوما تعاقبوني، بغيتو تهرسوني، بغيتو تسدو ليا فمي تسكتوني، انا ما ساكتش. لا بنتي ولا ولد هاد السيد ما حطو داكشي في الانترنت، وهذا اللي دار هاد الفعل عارف راسو ومخطط فين غادي يوصل. اسمعين حتى واحد ما شد بنتك وولد هاد السيد حط ليهم فردي على راسهم وقال لهم ديروا داكشي اللي داروا. الدراهم رايحين في مكان عمومي ما مسوقين حتى شي واحد، وتجي انت تقول لي باغيين يسكتوني وباغيين يقمعوني وباغيين. بدا شويه في دارك اسمعين، بدا شويه في دارك. الحمد لله اللي عندي ولد، ما عنديش بنت. اما كون قتلتها بهاد العقليه غتخليو البلاد ديما اللور لور.
ما عمركم ما غتخلينا نزيدوا القدام. المسؤولية ديال ولدك ماشي أقل مسؤولية من بنتي. سمعتيني؟ الغلط غلط. هاد النقاش الخاوي ما يخرجني لوالو. أنا كنت مستعد نسد عيني على التصويرة، ندير بحال ما كان حتى شي حاجة. ولكن أنتوما كتشوفوا. الناس على برا دايرين الفوضى. سمعت بلي البوليس توا غيدخل على الخط، غيستدعي الدراري بجوج باش يستمعوا ليهم. فانت كونت خدمتهم هادي هما اللي عارفين كيفاش يديروها. السلام عليكم. عليكم السلام. صحة لاباس. الله يبارك فيك. نعم اسيدي. صيفطتني عندك مدام نورا. شكون؟ مدام نورا الغوني، المرأة ديال رئيس المجلس البلدي. كنعرفهم. كاين شي مقلب؟ لا غير بغيت واحد الكريدي ولكن ما عنديش ضمانة. شنو قالت لك هي بالضبط؟ ايوا هي قالت لي كتعرفك وقالت لي تقدر تعاوني. لحقاش سبق لك درتي مع هاد لافير؟ وكيف كتعرفها؟ السي العالمي اي كريدي خاصها ضمانة. هي عندها الحق، انا عاونتها في واحد لافير بحال هادي، ولكن شحال هادي كانت شويه الوقت مرخوفه، دابا اوبليجي ولاو كيطلبوا ضمانه. اسمع سي اكرم ياك؟ اسمع سي اكرم، انا جيت على واحد الهدف محدد، هو ناخذ الكريدي في يدي، وكنظن راك تقدر تعاونني. الا ما عاونتكش؟ لا لا غتعاونني ان شاء الله. دابا انت السي العالمي ما جيتيش على الكريدي. دابا غير يجيني من الاخر قول لي شنو بغيتي. كيعجبني بنادم اللي كيفرمص بالزربه. بغيت هذيك الوريقه اللي زورتوها انتوما بجوج باش تاخذ نور الكريدي. اسمح لي، حنا ما زورنا حتى شي وريقه. الدوسي ديال مدام نورا كله سليم، والوراق ديال لي دوسي راهم كونفيدونسيال ما نقدرش نخرجهم. اسمع السي، انا ما كنعرفك ما كتعرفني، ما باغيش نأديك، وحتى نورا ما غاديش نأديها. بغيت غير نلمها شي شويه. اسمح لي ما نقدرش. ياك ما كتسنى منين نزاوك فيك ونطلبك بلا تهديد وبلا غوات. هذيك الورقه غادي نخرجها في يدي، وإلا ما بغيتيش راه غادي نصيفطو من عندك. اش كاين شي واحد كيقرا القران وكيدير في عليه الشياطين؟ مشيت للبنك وقالوا لي هزيتي الفلوس وسديتي لي كونط. علاش بغيت؟ باش من حق بغيتي بلوكاله اللي درتي ليا في فرنسا. هادي راه سميتها تشفرت. سمعتي؟ فهمها كيف ما بغيتي. بغيت فلوسي، عطاني فلوسي. علاش كديري معايا بحال هكا؟ انا اللي عارف، ما غاديش نقولك علاش. انا اللي عارف هو انه خاصني فلوسي، حيت عندي العرس، باغي ندير العرس. دخلي على دماغك. ما عندي فلوس اولدي. ما عندكش فلوس؟ واخا راه ماشي حيت انت امي غتاخذي لي رزقي. فلوسي غادي ناخذهم وانا غادي نوريك شنو غندير. فازي تقدر تبدا خالد. السلام عليكم، معنا اليوم الدكتور اسماعيل والمرأة ديالو السيدة مجدة، وهما الوالدين ديال البنية اللي بانت في الصورة المعروفة بقبلة عين الحق. دكتور اسماعيل، شنو تقدروا تقولوا لينا على هذا الموضوع هذا؟ المهم هذا الكلام اللي غادي نقول ما هو ماشي باش انا نبرر هذا الشيء اللي دارت بنتي. كنعرفوا حنا كنعيشوا في مدينة صغيرة، مدينة محافظة. لهذا انا كان نطلب من الناس وكنعتذر منهم، كنعتذر من الناس اللي ما عجبهمش الحال واللي كيخافوا على وليداتهم. ولكن الشيء اللي ما عجبنيش هو ان هذه القضيه توصل بواحد الشكل كبير وتولي يعني الناس كيهضروا لها كانها وقعت شي كارثه. كاينين جهات غرضهم بيا انا ماشي بنتي. وليدات داروا هذه الغلطه مع هاد الجا اللي ناضت غادي يكونوا استفدوا.
وما نظنش انهم غادي يعاودوا مره يطيحوا في هذا الغلط، وهذا درس لهم وللجميع. شنو كتقول البنت ديالك في هذه القضيه؟ بالنسبه للبنت فهي في واحد الحاله نفسيه يعني صعيبه، لكن انا كنشوف انه نبداو نحاسبوا وليدات في هذا السن ونعاملوهم كانهم داروا جريمه كبيره. وسائل ديال الاعلام حتى هي كتاخذ هذه القضيه هذه وكتزيد تكبر فيها اكثر من القياس، حتى كتولي بحال انه كاين شي الناس هاد الاطفال هادو داروا شي مصيبه اللي غيمكن تهدد العالم. الانسان بصفه عامه كيوصل لواحد السن اللي كيبدا يعرف الغرائز اللي خلقها في الله. انا بالنسبه لي عادي انه كيوقعوا اشياء بحال هادشي اللي وقع، خصوصا في هذا السن هذا. هذا هو اللي ضغني في خاطري في هذه القضيه، هو انا مسؤوليه كامله جات على بنتي، والولد حتى شي حد ما كيهضر عليه بحال الا ما دار حتى شي حاجه. في نظري هذا ماشي عادل. الملاحظه ديالك في محلها. كنبغي انه كلامي ما يتفهمش على انه دعوه للانحلال الخلقي. احنا كلنا عندنا اخلاق، المزايدات الخاويه الفارغه ما عندنا ما نديرو بها. كنتمنى ان الصوت ديالكم يتسمع والافكار ديالكم حتى هي توصل. احمد بركه من التهراس، جلس وتهد نعافك. بهاد اليدين درت لها الوكاله وهي دابا دايره فيها ما بغات. تعامل معها غير بالسياسه. السياسه هذيك انا ما بغاش نفهم. بغيت ندير في راسي شي حاجه، بغيت تعطيني رزقي. فلوس علاش؟ هي فلوسي. الا كان عليا انا ما باغا والو، بركة عليا نكون حداك. باش انا جيها؟ باش انا حاسبك وعارف شنو داز عليك، داكشي علاش بغيت الفلوس يكونوا بين يديا باش نعوضك اي حاجه ضعتي فيها. اش فين جينا تزوجنا وتهليت فيك؟ بغيت نعيشك في الجنه. انا الجنه ديالي هي نكون حداك قريبه منك، نقدر نعيش معك واخا ما تكون عندك حتى درهم. والله حمد انا بركة عليا تكون حدايا. بعد المرات واش كنكون جالسة بوحدي كنتخيل بلي غادي نفيق وما نلقاكش، وعينيا كيعمرو بالدموع، كنبقى نبكي بزاف حيت ما قدرتش نعيش بلا بيك احمد. كنبغيك. عجبني داك لاخشيك اللي كتبتيه اخر مرة، واخا ما درتيش فيه داكشي كامل اللي هضرنا عليه. راه ما يمكنش ندير كلشي، راه خصي يبان بلي الارتيكل جاي من عندي انا، ماشي شي واحد تيقول لي شنو كتب. فهمتك، ولكن حتى انت خصك تحاول، حاول تجبد النحل على داك اسماعيل. وشي نحل يكون ما كتبراش بلاصتو. إلهام ما خصناش نزربو. بعدا شتي لا فيديو اللي لاح اسماعيل تيدافع فيها على بنته، على داكشي اللي وقع ليها مع داك الولد. خصك انت تكتب على هادشي، ما تنساش. تهلا ليا في داك اسماعيل. غنتهلا فيه ولكن ما خصناش نزربو. وانا تنوعدك باللي غنكتب واحد لارتيكل ما غاديش ينوض من موراه. وهاديك خدمتك انت غتعرف فيها احسن مني. انا كنوعدك غنتهلا فيك مزيان. وغير لا بوبليسيتي؟ إلهام انا ما بغيتش غير لا بوبليسيتي، انا ما كرش نتكلف لك بالكونسيبسيون ديال الكومونيكاسيون ديالك كامله. انا قلت لك غنتهلا فيك، ولا درتي هذا الشيء كامل اللي اتفقنا عليه وهنيتيني من اسماعيل راه ما غيكون غير خاطرك. والله ما عرفت حوريه، حنا دابا كنطلعوا ونهبطوا ما عرفناش تشوفوا فينا تخرج هذه القضيه هذه. واش كيقولوا البوليس؟ واش كيقولوا البوليس؟ البوليس اللي جا كيسولني تيبدا يضحك. بعض المرات انا كنقول مع راسي واش ليلى تكون قتلت شي واحد ولا ما في باريس. الحاجه زيد زيد زيد. لقيت جوزتك مات. كحز يلا تغديت. الله درتي معنا جيا؟ طارت معاها. ايوا هذاك الشيء اللي في الطانطو ديالها هو اللي في الطانطو ما بغاش تحيد. وقالت لك شوفها مفضل، راك عارف شنو كاين، ولا كان شي حاجه بيناتهم ربي ما غاديش خليني ساكته. هاج حدك تم، انا راه مربينا جيا احسن تربيه، الاخلاق ثم الاخلاق، ما كاينش هذا الشيء ديال سميتو. اش مربي اش مربي اشنو ربيتي؟
نجي راه بنتي وانا اللي عارفه شنو كتسوى، انا اللي مربياها. ولكن الحب راه يقدر يعمل واحد. كولي كولي شويه كولي كولي، ندير لك فريد. شوفي شوف معايا شي حل، شوف معايا شي حل المفضل. راه بغيت نفكر ولكن راه ما عارفش، كنعرفش نفكر. ماذا هذا الشيء راه ما كنفهمليش كي غندير. ديري حاجه انتيا، جري عليها، جري عليها وتهني. جريت عليها، جريت عليها وطردتها من الدار، ولكن رجعت رغبتها باش ترجع. حيت ولدي، ولدي مريض، ولدي كان كيموت. ايوا شنو نقولك؟ تعطلوا ولكن ما فهمتش علاش الولد طلقه والبنت مازال. يقدروا نفس الغلط. انا كلشي كنتوقع من هذا المجتمع الرجولي. البنت ديما غالطه واخا دير الربع في داكشي اللي كيديروا الولد. مرحبا بك في العالم الثالث. انا متاكده وما كانش بابا داخل في هادشي ديال عين الحق، ما كانش يوقع لينا هادشي كامل. فاسين باباك راجل ونص، والله كون عندنا منه غير شي 20 واحد في هاد البلاد ما تكون هادي حاجه. بابا فين ليلى؟ ما كايناش هنايا. كيفاش ما كايناش؟ غادي يديوها للاصلاحيه، هادشي اللي قرر الوكيل. غادي تبقى تما حتى يشوف القاضي ويحقق معاها. هادشي اللي قال اصلاح هي بعيده شي 240 كيلومتر على عائلها. لا هادشي اللي كاين. اجيا اجيا جبتك عندك موت الناس. جمعي حوايجك ويلاه معايا. فين نمشي معاك؟ غتمشي معايا للبراكه، نمشي معايا لداركم. واش انت كل مره تجي تطلع لي شي طلعه في شكل؟ اجيا هاد الزواج راه ما نفعكش. واش انت مسطي شويه؟ لا نفضل مره احمد زوين تزوجي به الله يعمرها دار، مره لا احمد خايب جات تخربيق عندك. ناجي اسمعيني، شتي هاد الزواج غيجيب لك المضره وغيجيب لك الشر. والله يتحشم عليك باك تفقص لي. واش انت في البيت راه تجي تطلع لي السكه ديالك؟ عرفتي اش غديري؟ غادي تمشي معايا بلا ما تجمعي حوايجك. ما غاداش معاك، سير انت بحالك بعد ملي. ناجيه قسم لك بالله ونلقاك برا ديال هاد الفيلا، يا حتى نخلي ضربوك. اسماعيل وبناتو جابو العار خواتو، اسماعيل وبناتو جابو العار خواتو. هذا عار، هذا عار، الحق في خطر. هذا عار، هذا عار، الحق في خطر. ها هو صاحب اسماعيل عدو الله، ها هو الشيطان اللي كيزين ليهم الفعايل اللي كيديروه هو وبناتو. تقي الله الشريف، اش دخلني انا في هادشي ديالكم؟ انا راه صحافي نعلي الشيطان شويه. والله ينعلك ويخزيك اوليدي. ياك انت اللي تصورتي معاهم في الانترنت ها، وقلتي لهم هذاك الشيء اللي كديروا فيه زين، يا المجرم يا الشيطان. تقي الله شويه، انا راه صحافي، راه مصور، كنصور الناس. ايه مصور، اسمعوا الجماعه، هذا راه واحد عدو الله، صاحب الشيطان ديال اسماعيل، وهو اللي كيعاونوا على فعيله. قولوا معايا يا عديان عين الحق الله ياخذ فيكم الحق. يا عديان عين الحق الله ياخذ فيكم الحق. روح القاو. دكتور الدعارة، في الصورة فقط القبلة وما خفي كان أعظم. زعما هاد الناس فاس. الو ما ستاش كون ديك الكوتي عليك تطلع المدينه. شكون اللي معايا؟ ما تعطليش، ما تخليني نعاود نعيط لك. شكون اللي معايا؟ انا ما بغيتيش المشاكل مع ستا في البلاصه فين قلت لك. بغيت نعرف شنو غندير تما. قولي شكون معايا. نهضرت معاك. شوف لعندك السر، لما قلتيليش شكون انت راه ما. الو الو اش كدير؟ اش هاد الحالة؟ اش كدير؟ اجمع هادشي غنمشي نبيعو باش نتزوج، عجبك الحال؟ رزقي اللي حرمتيني منه غافين وصلنا. غادي تخلي هادشي وغتقص الأرض، كتسمع؟ هادشي كله ديالي، وهادشي كله اللي في عالدار ملكي، وحتى انت ديالي. واش تحمق حمقه ولا مالك؟ واش تستاتي ولا داك يخرج لك العقل؟ ياك هادشي كله في الدار ديالك، انا ماشي ديالك.
وما عمرني غادي يكون ديالك سمعتي. احمد عفاك الله، داف سوق راسك انت ودرك عياس لابسك. ما عنديش حق تهضري مع بحال هكا، ما عندكش الحق، حتى هي محسوبه على الدار. ما عرفتيش غدير؟ هذوك الحوايج اللي جبتي معاك من فرنسا سير بيعهم، ولكن الحوايج اللي شريتك انا راه ديالي. شنو تقول هادي؟ شنو اللي ديالك؟ شنو اللي خليتي؟ احمد شنو اللي خليتك؟ شنو يا احمد؟ خير نورا. مساء الخير. يا ريت اللي بعدنا يقدر يلاقي يرحل هم من قلبي ونتصالح مع زماني، ما يبقاش عمري حزين والفرح دي ما نسياني، والخوف غل تقيل مكبل كل كاني. يا ريت ما نبقاش وحدي وسط الظلمة نعاني، ونقول ما لصباحي صباحي مالو مجاني، ما لجناحي مكسور ولحد معايا فحزاني، وما القلب الحساس مالو ما هناني. يا ريت ظلام الليل يرجع الصباح، ضوي نوراني مضوي نوراني، والجرح اللي في قلبي ينبت وردة حمرة، تنعش وجداني تنعش وجداني، وحلمي اللي كساه الصمت يصبح بموال، ألف موال وأغاني.